صباح الخير عليكم. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة 21 مارس، النهاردة يوم عيد الأم، وطبعا الأم مش محتاجة يوم علشان نقول فيه كل سنة وهي طيبة، ولا محتاجة يوم عشان نجيب فيه هدية، لأن أمي طول ما هي موجودة جنبي بالنسبة لي هي كل شيء. هي رمز للحنان، وهي رمز للعطاء، وهي رمز للتضحية. الأم دايما هي بتبقى أساس وعمود البيت دايما. أحب أرحب بزمايلي قبل ما أدخل في موضوع حلقتي. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا هاجر، صباح الخير يا رضوى. صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. مبدئيا كده يا جماعة، زي ما قالت سماح، إن إحنا لو فضلنا من النهاردة لحد وتاني يوم اتكلمنا عن فضل الأم، الكلام مش هيخلص. الأم هي البنية الأولى للمجتمع، هي الشاطر الآخر لآدم. حواء هي الأم، والأم هي حواء. كم أحبك حواء، لولا وجودك أمي لم أكن موجودا، ولولا حنانك أمي لم أكن مسعودا. أنا محظوظ جدا لأني ورثت صفاتي منك. إلى جميع الأمهات الحاضرات والغائبات، بقول لكل ست مصرية عظيمة كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل. مبدئيا كده، في مسج امبارح جالي طويل جدا، معناه أحب أقول لوالدة الأستاذ مصطفى الشويخ محافظة أسيوط، وتحديدا في أسيوط الجديدة، كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، وقد إيه انت ست عظيمة ومكافحة وبتدي طاقة إيجابية لأولادك. انت رأيك إيه يا هاجر؟ صباح الخير يا سماح، صباح الخير يا رضوى، صباح الخير يا أحمد، صباح الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان. هو فعلا يعني الأم مش محتاجة يوم أو عيد عشان نحتفل بيها، لأن ببساطة كده لو جبنا لها الدنيا كلها أو كتبنا فيها قصايد شعر أو كتبنا فيها أبيات شعر، ده فعلا مش هيوفيها حقها. بس لازم يكون في يوم يعني نحسسها باهتمامنا بيها، لازم نقول لها كلمة بسيطة. يوم 21/3 دي مناسبة حلوة قوي علشان نقول لها شكرا، حتى لو هنقول لها كلمة حلوة، لو هنجيب لها هدية بسيطة جدا، بس نحسسها ان هي فعلا ليها تقدير وليها تكريم. وكمان يعني يوم عيد الأم ده بيجدد من التواصل بين الأم وبين الأبناء. يعني مثلا في الناس اللي مسافرين بره، او اللي بعيد عن اهلهم، اللي متجوزين وقاعدين بعيد، الناس المشغوله في حياتهم وبطبيعه الحياه، يعني في هتلاقي في ناس مشغوله، فدي فرصه كويسه ان هم يجدد روح التواصل ما بينهم. ولا ايه يا رضوى؟ اكيد طبعا يا هاجر، بس اهم حاجه يعني قبل ما نعمل الهدايا ونحتفل بعيد الأم، أهم حاجة إن إحنا نبر أصلا الوالدين، نعلم أبنائنا إزاي يبروا بوالديهم، لأن بر الوالدين أهم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا أمر بكده في القرآن الكريم وقال: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأهم أساسيات من بر الوالدين إن إحنا نكبر بخاطر الأم، لأن الأم دايما اكتر حاجه بتكبر بخاطرها انها تحس ان احنا يعني بنحطها اول حاجه في اولوياتنا، وبتزعل جدا لما بتحس انها ايه حاجه تايهه كده من وسط اولويات كتير. طب قبل ما ندخل في النقطه الثانيه، عايزه اعرف ايه رايكم، هي فعلا للام يكفيها يوم واحد نقول لها فيه كل سنه وهي طيبه، نجيب لها فيه هديه؟ لازم للأم يبقى ليها يوم في السنة؟ انتوا ايه رأيكم في ده؟ وهل يا ترى عيد الأم هو موجود في مصر بس، ولا يوم عيد الأم بيحتفل بيه كل الدول عامة؟ بصراحة يعني هو الأم أصلا عامة ما فيش وقت معين ان انا اخصص فيه يوم ان انا اقول لأمي كل سنة طيبة. بصراحة يعني وجود أمي في حياتي دي نعمة كبيرة جدا، فهو كل يوم لازم اقول لأمي كل سنة طيبة، ده كفايه اصلا وجودها في حياتي. في كده، بما ان احنا دخلنا في يعني في قبر الخواطر، في موقف حصل ليا يعني. فبعد ما خلصت جيش فرجعت البيت، خلاص انا كنت ماسك في الجيش حاجه قويه يعني، فرجعت من الجيش فخلاص شفت الشغل وكده، فرجعت فانا باخد المفتاح بتاعي، فامي بتقول لي ايه: سيب المفتاح بدل ما يقع منك وانت نازل. انا وقفت كده 30 ثانيه ببص كده، سيب المفتاح، ده انا كنت ماسك حاجه جامده جدا في الجيش، و يعني ازاي تقول لي سيب المفتاح؟ فهم بعد كده فضلت احسبها مع نفسي. فمهما الواحد كبر في العمر، حتى لو عمرك 100 سنه،
هتفضل في نظر والدك ووالدتك صغير. دي حقيقة فعلا. مهما كبرت مهما اشتغلت، احنا دلوقتي في مواقف كتيرة جدا بتحصل، بتشوف الطفل 14 سنة وهو خلاص بقى حاسس ان هو نفسه بقى يبقى راجل وبتاع وكده، فيجي يقول والده ووالدته انا بقيت راجل انا اعمل اللي انا عايزه. لا ده غلط جدا يا جماعة. اهم حاجة قبل الخواطر، انت رأيك ايه؟ وكمان يعني هو اليوم ده احنا بنربي الطفل فيه ان هو يعني يهتم بامه، ازاي ان هو يهتم بالام، وان هي وان فعلا ان احنا نربيه ونعلمه ان الام ليها تكريم وان هي فعلا تستحق التكريم. حتى لو مثلا هنربيه ان هو لازم يقول لمامته كل سنه وانت طيبه، لازم نربيه ان هو ونعلمه ان هو يقول لها كلمه حلوه حتى لو هيجيب لها هديه بسيطه او ورده، فلازم نربي في الطفل الروح دي. كمان يعني لو حد فيه مثلا مامته متوفيه ولا حاجه، هو اليوم ده كفيل ان هو يفتكرها، ان هو يدعي لها. كمان ان هو ممكن يفرح امهات كتير قوي، مش شرط امه، يعني امهات العيله، الخاله، العمه، ممكن ان هو يفرحهم، وده من باب ادخال السرور عليهم. يعني كمان ممكن ان هو يفرح الامهات اللي موجودين في دار الرعايه، يعني ما حدش بيسال عليهم وكده، فبرضه دي حاجه كويسه وفرصه كويسه ان هو يقول لهم حاجه كويسه. يعني كمان ان هو ممكن يفرح امهات كتير قوي، الامهات اللي ولادها مسافرين وبعيد عنها، فدي فرصه ليه ان هو يفرح اكتر من ام، او ان هو يدخل السرور عليهم. ولا ايه رضوى؟ بالظبط بالظبط يا هاجر. واهم حاجه برضو ان ده بيعلم الاطفال ان هو يكون السند لامه وابوه، لان ده بيخلي الطفل لما بيكبر ما بيسيبش مامته وباباه لما بيكبروا في السن. وللأسف في إحصائية بريطانية بتقول إن 51% من الناس اللي سنهم فوق 75 سنة عايشين لوحدهم بسبب انشغال الأبناء عنهم. دي حقيقة يا رضوى فعلا، إن دار المسنين دلوقتي الأعداد فيها بقت كتيرة، وبالرغم من كده ممكن تلاقي جوه دار المسنين ناس ليها أولاد، ومش ولد واحد، اتنين وتلاتة، وممكن يكونوا أولاد، يعني يقدروا ياخدوا أهليهم يعيشوا معاهم، أو يقدروا يجيب لهم مكان يقعدوا فيه، وممكن يكونوا ما بيرحلوش اصلا، يقول لهم حتى كل سنه وانتم طيبين، او يتكلموا معاهم، او يشوفوا حتى ايه دنيتهم، عايشين مش عايشين. تمام. فدي فرصه كويسه برده، مناسبه حلوه قوي ان هي تصلح العلاقات بين الام وبين الابن. يعني لازم يكون في علاقات وفي تواصل ما بينهم، حتى لو هم مشغولين او في مشغوليات وراهم، فلازم برده يكون في علاقه بين الابناء وبين الام. طب تفتكروا بقى مين بيبقى اقرب للام، البنت ولا الولد؟ صراحة يعني تقريبا بيبقى الولد اقرب لوالدته، وبيبقى العكس، يعني انا بحس ان هو العكس، الولد اقرب لوالدته، والشاب بيبقى اقرب لوالدته، والبنت اقرب لباباها. في جمله انتوا بتتكلموا ان لازم الواحد يهتم بالمراه عامه، سواء مثلا هي عايشه في بيت مش راقي يهتم بيها. في جملة مشهورة جدا، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. الجملة دي جميلة جدا، فإحنا لازم نهتم بكل أمهاتنا، ولا أنت رأيكم إيه؟ بالظبط. يعني أنت من وجهة نظرك إن البنت بتبقى قريبة لباباها أكتر؟ أيوه طبعا، البنت مع إن البنت بتحتاج لمامتها أكتر. أيوه بس العكس، يعني هو سبحان الله يعني بتبقى العكس. طب إيه رأيكم في الهدايا بتاعت عيد الأم؟ يعني مثلا فكرتوا تجيبوا إيه هدايا لعيد الأم؟ الهدايا المعتادة طبعا، ورد وكوبايات وكاسات. هو طعم الكوبايات ده في كل عيد. انا نفسي اعرف ايه الفكرة. نقول هدية عيد الام نلاقي بجد شوية كوبايات وشوية اطباق، لدرجة ان امي تقول لي هو فين طعم الكوبايات بتاع السنة. بص الهدية بقى ممكن تجهزك منهم لو سمحت يا ام. الهدية بقى انا بطلع والدتك كده كل سنة يوم 21/3، ماما انا هديتك. ماما انا كده خلاص يعني دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي احنا بصراحه دلوقتي ماما انا هديتك بقى مش محتاجه اجيب هديه. تقول لي اه فعلا حبيبي كلامك صح. طبعا مهما نتكلم عنها ومهما نقول عنها مش هنوفي اي حاجه نهائي بجد للام. الام هي كل حاجه لينا. كان نفسنا نتكلم بطريقه اكتر من كده وبوسع اكتر من كده، بس النهاردة أنا بصراحة حبيت أتكلم أو حبيت أبدأ دلوقتي كلامي مع الناس اللي فقدت أهلها. في ناس كتير دلوقتي بتتفرج علينا وللأسف مامتهم متوفية،
هو احساس صعب وصعب جدا، واولا انا بتاسف ان انا فكرتكم بحاجه زي كده، بس فعلا الام هي حاجه جميله ومحدش هيحس بيها الا اللي فقدها، دي حقيقه من البنت او الولد، ويمكن البنت بتحس بالنقطه دي اكتر من الولد. الولد بيبقى ليه زوجه بتقدر تغطي معاه الخطوه دي، اما البنت لا، تبقى محتاجه الام طول الوقت تطبطب تحكي معاها تشتكي لها. ولا انتوا ايه رايكم؟ بصراحه يعني هو الام لو فضلنا نتكلم عنها شهور كتيره جدا مش هنقدر نوفي فضل الام علينا. وفي حاجه انا عايز اقولها بالنسبه لبر الوالدين، بيبقى هما الاثنين الوالد والوالده مهتمين بيك جدا، بس لما تيجي مثلا الشاب كبر لمرحله معينه وقدر ان هو يصرف على نفسه خلاص وشاب كبير، فوالدك بيكون مهتم بيك عن طريق عن بعد، لكن والدتك كل ما مثلا نص ساعه ترن عليك، اه انت فين، انت بتعمل ايه، انت رايح فين، انت هتفضل في نظر والدتك الطفل اللي هي والده ولا يا جماعه؟ والله يا احمد احنا اصلا عايشين في الحياه دي بدعاء الوالدين، بدعاء الاب والام، ومش عشان هو عيد الام فاحنا نتجاهل الاب. لا طبعا. انا احب اقول لوالدي شكرا لحسن اختيارك، وبحب اقول لامي وجميع امهات مصر، الام هي ابلغ كلمه، هي استغاثه ونداء، هي صرخه من القلب، هي عباره شكر، هي نور في الضلمه. احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الامهات بخير وصحه وسعاده وراحه بال. وقبل ما نختم فقرتنا تحب تقولوا ايه بقى لامهاتكم؟ كل واحد كده يوصل رساله كده لمامته. اولا عايزه اقول لوالدتي كل سنه وهي طيبه، واسفه لو كنت زعلتها في يوم، وفعلا انا ما عرفتش قيمتك الا لما كبرت، يمكن زمان كنت على طول من قراكي، فعايزه اقول لك ان انت اجمل حاجه في حياتي. وعايزه اقول لوالدي بجد زي ما رضوى قالت، انا بشكره جدا على اختياره لوالدتي، ان هي فعلا حقيقه يا جماعه هي عمود البيت، وهي امي وهي سندي في الحياه، هي والدي، وكل سنه وهم طيبين. تحبي يا رضوى تقولي ايه لمامتك؟ احب اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وبجد بشكرك قدام كل الناس على تعبك من وانا صغيره لحد دلوقتي، وربنا يبارك فيكي ويخليكي لينا. وبكده خلصت فقرتنا بسرعه، بس حلقتنا لسه مكمله. بس قبل ما نروح للفقره الثانيه هنروح تقرير صغير مع زميلتنا نور ونرجع تاني. مش محتاجين يوم نعبر فيه عن عيد الأم وعن حبنا ليها، لأننا ما نقدرش نستغنى عنها، ولأنها باختصار كبير وطن بيساعد كل اللي بيحبهم وخصوصا ولادها. فنزلنا نشوف الناس بتعبر عن الحب ده ازاي في الشارع، تعالوا معانا نشوف. قولي ازاي بتعبر لمامتك عن عيد الأم؟ اني بحبها وطبعا ونفسي اجيب لها اي حاجه هي تحبها. جبت لها هديه ولا لسه؟ لا لسه، بكره ان شاء الله. مش مستنيه حاجه والله، انا نفسي بس هو يهتم بمذاكرته، دي اهم حاجه عندي. لا لسه بصراحه، انا اديها فلوس عشان انا ما بعرفش اشتري هدايا. ليه ما تجيبلهاش هديه احسن؟ لا هي عارفه هي عايزه ايه، قالت لي يا ما تجيبي لي شنطه يا ما تجيبي لي كوتشي. هي مفاجاه جايبها لها مفاجاه، فانا بتقولي عشان نحرق المفاجاه. في حاجات هي بتبقى محتاجاها فانا بكلم اختي هي بتجيبها ليها، يعني بنجمع مع بعض ونجيب الهدايا اللي هي ناقصاها محتاجاها تحتاجها كده. ايه اكتر جمله او كلمه مامتك بتقولها لك على طول؟ تقولي خدي يا بنتي، خدي يا بنتي طول الوقت، تقولي خدي يا بنتي، لو مش بتعمل حاجه غير كده. يا اما لما تبقى مبسوطه مني، لاني او لما تبقى عايزه يعني عايزه حاجه مني او حاجه مهمه يعني، فبتقول لي تعالي يا اجي عشان اسمي جنى يعني. لو تبقى بقى متعصبه تعالي يا زفته مثلا. يا زفته مثلا قومي ذاكري الحاجات دي بس. والله انا عامه يا مامتي بتنادي لي بابو محمد، يعني ربنا يخليه لك. يخليك ربنا يخليك يا بابو محمد، هو ده الاسم اللي هي بتناديني بيه يعني. هي اكتر حاجه بتقول لي تعالى يا بيه يا باشا براحتك كده. طبعا انت عارفه ان عيد الام يوم الاحد، فعايزاكي تتصلي بمامتك ونشوف انا وانت رد فعلها مع بعض. هتقول لها كل سنه وانت طيبه طبعا. ماشي. ايه يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله يا قلبي.
كل سنه طيبه يا بابا، وكل سنه طيبه وانت معايا، وكل سنه طيبه. وانت طيب يا حميد. انا بحبك قوي. ايه حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا ماما. وافضل قاعد على قلبك طول العمر. يا رب خيرك يا اخويا. يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ربنا بجد ربنا يخليكي ليا. الله يخليكي يا عيني. انت عملت كل حاجه ترضيني، وعملت كل حاجة ترضيني وتفرحني في الدنيا، يعني مش عارفة أعمل لك إيه عشان ترضي. يعني كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وربنا يخليك لينا دايما يا رب، ويحفظك لينا دنيا وآخرة، وربنا يديمك الدحمة في حياتنا كلنا، ويديمك أنت وأي أم مصرية يا رب لأولادها. الله يبارك لك يا أستاذ دولة، خير اللهم اجعله خير. أنت مريض ولا إيه؟ إحنا على برنامج يا ماما اسمه استراحة. أنا على الهوا كمان؟ آه. وانت طيب يا استاذ لولا، وكل عام وانت بخير يا رب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. ماشي يا استاذ علي، عملت لكم صينيه لحمه الحمد لله في عيد الام. الحمد لله. عايزين ناخد من حضرتك كلمه لكل الابناء والامهات في عيد الام، تحب تقول لهم ايه؟ هنقول للامهات كل سنه وهم طيبين، واقول للابناء يهتموا بمامتهم ويسمعوا كلامهم. بصراحه عايز اقولها ان انا عمري ما كفي اللي انت عملتيه فيا، ووقفتي جنبي وبتذاكريلي وبتعملي حاجات كتير قوي، بجد انت سند. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ام، والسنه الجايه كده تكوني فرحانه بيا، وباذن الله ربنا قدرنا اقدر اسعدك واخليك تزوري بيت ربنا باذن الله كده. فازاي هتامن اذا سيب ايدها حزنها حزني وفرحها فرحي؟ لحمي ودمي هي دي امي، وامي من غير مشرح او وصف يزيد، من غيرها ما كنتش انا هبقى، وبوجودها كمان امتى انا بتزيد. الام دي مدرسه بتربي وتعلم، واللي ما راحش المدرسة في الدنيا دي من أمه اتعلم. أغلى كلام في الحروف لما بقول يما، هي الحنين والعطف واللمة. يا ربي خليك ليا يا أمي. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وانت كل حاجة في الوجود. كان معكم نور ناصر من برنامج استراحة.